السلام عليكم. هذا الفيديو فيديو توضيحي لطلاب اللي تستخدم برنامج تيتش هاند اون HTML. هذا البرنامج او هذا البرنامج يمكن كتابه رسوم HTML واظهار نتيجه الصفحه بهذا الواجهه. نجي حتى نبدي صفحه جديده، نجي من الزائد، علامه الزائد هنا، الاسم الجاي تحفظ به وشرط الامتداد تكتبه HTML. راح اسمي الاسم MUN1 وراح انطيه HTML. اكتب كتابة هنا، احترض على الاسم لان الاسم الظاهر موجود اعطيته اسم ثاني، وراح اكتب وسوم الHTML. الوسوم الاربعة الاساسية فقط راح اكتبها. هنا راح اكتب التايتل، بعد الهيد راح اكتب البيض. بالبودي راح اغير لون الخلفية، بيجي كلر، وبالتالي راح نطيه هذا اللون واغلق البدء. للتنفيذ اذا ما ظهر مباشر التنفيذ من هذه كليكين، من هذه العلامة كليكين هو التنفيذ. في حالة عدم التنفيذ المباشر من هذه العلامة او من هذا السهم راح انفذ. للحفظ هنا الحفظ باسم، هنا من هذه الحفظ باسم احفظ بالمكان اللي اريده. وشكرا جزيلا.